عادت موجة وباء الكوليرا لتضرب اليمن بعد انحسارها مدة وجيزة، وخصوصا في محافظة تعز التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي. وأعلنت الأمم المتحدة أن شهر مارس الماضي شهد تضاعف عدد المصابين به، مسجلا إصابة 76 ألف مقابل إصابة 32 ألفا في فبراير في بلد أصبح الأكثر تضررا في العالم من الكوليرا.